25 نوفمبر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. عايز أتكلم كلام كتير في الموضوع ده، بس اسمحوا لي أعلق على الأستاذ اللي طلع معانا في التقرير وقال إنه لما بيقولوا له أهم حد قال والدتي، وقال إن والده ووالدته منفصلين وإن الست والدته هي اللي شالت العبء. والحقيقة هو بيتكلم عن نموذج لسيدات مصريات اتعمل عليهم دراسات كبيرة، المرأة اللي هي بتتولى وبتتحمل المسؤولية، المرأة المعيلة، دول بيوصلوا لحوالي 25% من الأسر المصرية ترعاها نساء. ما كانش ينفع أفوت التعليق بتاعه في التقرير من غير ما أقول الكلمتين دول. ونرجع تاني لمناهضة العنف ضد المرأة. المجلس القومي للمرأة أصدر أو أطلق حملة لمناهضة العنف ضد النساء لمدة 16 يوم، ل16 يوم، تبتدي من يوم 25 نوفمبر ليوم 10 ديسمبر اللي هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. 16 يوم دي حملة عالمية. المجلس القومي للمرأة بيشارك أو المجلس القومي للمرأة بيعمل هذه الحملة تحت شعار كوني. وكوني دي جملة أو كلمة مهمة جدا لكل بنت وسيدة. كوني قوية، كوني شجاعة، كوني ناجحة، كوني متحققة، كوني نفسك، كوني إيجابية. لو تعرضتي للعنف اعملي كل الإجراءات لرفع وإنهاء هذا العنف عنك. حملة كوني اللي أطلقها المجلس القومي للمرأة عايزين نتكلم فيها نفهم حكايتها. هيكون معانا تليفون الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة. مساء الخير يا دكتورة. مساء الفل يا فندم، ازاي حضرتك؟ ازيك يا دكتورة، حضرتك نورتينا. عايزين نتكلم شوية عن مبادرة كوني. ايه؟ اولا طبعا احنا يعني بنقدم كل تحيه وتقدير واعتزاز بشخص فخامه الرئيس لدعمه الحقيقي والكبير للمراه وملف المراه، اللي احنا الحقيقه لولا هذا الدعم ما كنا قدرنا ان احنا نوصل لهذه الاعداد الكبيره من سيدات مصر والمراه المعيله والغارمات وغيرها كتير من الملفات المهمه اللي بتتعلق بالمراه بشكل عام. طبعا احنا عندنا الحقيقه لسابع سنه على التوالي المجلس القومي للمراه اعلن عن ال 16 يوم لمناهضه العنف ضد المراه من خلال هذه الحمله اللي بتنطلق في اليوم العالمي لمناهضه العنف في يوم 25 نوفمبر وتستمر لغايه يوم 10 ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الانسان. ال 16 يوم بيفضل المجلس يعمل، يعني طبعا احنا خلال السنه كلها بيبقى عندنا حملات وعندنا توعية مستمرة، ولكن خلال 16 يوم بيكون في دعم أكتر لهذه القضية، قضية العنف ضد المرأة ومناهضة هذه القضية بشكل عام. وطبعا دي قضية بتمس كل امرأة في مصر، لأن الحقيقة يعني ما فيش ست تقريبا ما بتتعرضش للعنف بشكل أو آخر، سواء مجتمعي أو لفظي أو جسدي أو من المجتمع أو من أسرتها أو أسري أو من أفكار بالية وأفكار رجعية سائدة في المجتمعات العربية. طبعا ده بخلاف أن هذه القضية الحقيقة بتعاني منها المرأة بشكل عام في مصر وفي الدول العربية وفي العالم كله، ولكن النسب بتتفاوت طبعا يعني لتطبيق بقى الالتزامات الدولية واليعني الاتفاقيات وازاي ان يبقى المجتمعات عندها قدر من التحضر وكيفيه التعامل مع المراه وهذا الملف بشكل كبير. طيب دكتوره رانيا، الدوله المصريه في السنوات الاخيره واجهت ملف العنف ضد النساء باجراءات وبتعديلات تشريعيه، وطبعا مازال عندنا احلام اكبر. لما نحب نتكلم عن جهود الدوله المصريه في هذا الملف لمناهضه العنف، تقدري حضرتك تقولي لجمهورنا ايه؟ اقول لهم ان الدوله عملت الحمله، اللجنه الوطنيه لمناهضه فتان الاناث، علشان يعني نقضي تماما على هذه الظاهره اللي هي بتمثل يعني عنف شديد نفسي وجسدي ومعنوي للمراه. وانخفضت الحمد لله هذه اللجنه على فكره بالتعاون بين المجلس القومي للمراه والمجلس القومي للامومه والطفوله وبالتعاون مع صندوق الامم المتحده للسكان، والنسبه انخفضت من 2014 كانت 21%
ودلوقتي وصلت ل 14% في اخر احصاء، وبالتالي الحمد لله النسبه يعني بتقل، ونتمنى طبعا انها تتراجع تماما، ويعني كل بنت في مصر تبقى يعني جسدها معافى تماما ولا يحق لحد ان هو يقترب منه بشكل او اخر. تمام. ونقضي على هذه العاده الباليه. طيب. لما نيجي نتكلم على زواج القاصرات، ففي تشريعات علشان خاطر الحفاظ على البنات من زواج القاصرات وقتل براءه الاطفال البنات اللي بيتحملوا طبعا مسؤوليه يعني فوق طاقتهم، وكمان مسؤوليه بتكون جسديه، ويعني حرمان البنت من تعليمها وحرمانها من فرص العمل، بالاضافه لاشكال العنف المختلفه اللي بتعاني منه المراه في الاحوال الشخصيه. وطبعا احنا في انتظار هذا القانون. أيوه. عندنا كل اشكال العنف الدوله الحقيقه من خلال التشريعات وتغليظ العقوبات اللي حصلت خلال الفترات اللي فاتت من خلال الحمايه التشريعيه، وهي احد محاور استراتيجيه النهوض بالمراه اللي اعلنها فخامه رئيس الجمهوريه في عام 2017 في عام المراه المصريه. دكتوره رانيا، يعني كسؤال اخير، دور المجلس القومي للمراه في دعم المراه المصريه مش بس مناهضه العنف، في جمل قصيره كده عشان برضو نفكر بعضنا ونفكر الناس باللي بيعمله المجلس. توجيه رسائل للستات وللرجاله، لان كمان الحقيقه في معاناه من السيدات، الام اللي بتكون بتربي بنتها بشكل غلط وبتربي ابنها كمان بشكل غلط، فهي بيكون للاسف عامل مساعد على يعني ثقافه ذكوريه سائده في مجتمعاتنا. فبنوجه رسائل للامهات، بنوجه رسائل للستات وللبنات، بنوجه رسائلنا كمان للمعلمات في المدارس واساتذه الجامعات اللي هم كمان بيكملوا هذه الصوره علشان الحفاظ على المراه من كل اشكال العنف. بنقول ان المجلس القومي للمراه مش بس كمان بيشتغل على ملف العنف ضد المراه، ولكن كمان تغيير الثقافه المعنيه فيها المجتمع، كمان تقديم فرص للسيدات وتسهيل وتيسير على السيدات من خلال بطاقات الرقم القومي، برامج الشمول المالي اللي اصبحت موجوده دلوقتي عند السيدات في القرى والنجوع، حمله طرق الابواب اللي وصلت لملايين السيدات في بيوتهم، حمله كوني طبعا اللي هي الشعار الكبير لمناهضه العنف ضد المراه، توجيه رسائل للرجال من خلال حمله لاني رجل. دكتوره انا طبعا مدركة انه الملفات كبيرة وكثيرة، احنا بنشكر حضرتك النهاردة وهنفضل مستمرين داعمين لتمكين المرأة المصرية في كل حلقاتنا. بنشكرك دكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، حضرتك نورتينا. هنطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل هنبدأ في ملفنا الرئيسي مع ضيفنا الأستاذ الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة. وبما أننا بنتكلم عن المرأة، كيف كانت المرأة المصرية قديما منذ آلاف السنين والنهاردة، وعلاقة المرأة الآن وبما كانت عليه، وأحلامنا وطموحاتنا إيه، وبنتعلم إيه من حضارتنا القديمة؟ كل ده هنناقشه بالتفصيل مع ضيفنا بعد الفاصل.